بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم هنكمل في كيفية التعامل مع الأدوات اللي موجودة، أو اللي هم الكومبوننت، أو اللي هم الفيوز اللي موجودين على الأكتيفيتي، وكيف نتعامل معهم. طيب، نفتح هنا مشروع جديد، فايل نيو بروجكت، وهاي امتي أكتيفيتي. خلي كل شيء الاعدادات زي ما هي. طبعا دايما اتاكد انه اللي ماخذ الجافا حتى ما تاخذش الكوتلين. وهاي فينش. طيب، الان فتحنا مشروع. دائما وابدا نتاكد انه المكان هذا كله صح عليه، وكل كل الملفات تم ايش ربطها. طيب، ماشي الحال. الآن زي ما احنا متفقين كل محاضرة انه الديفولت كونسترينت ايش اسمه؟ الديفولت لاي اوت ايش الديفولت، او الابتدائي ايش هو اللاي اوت الابتدائي اللي بيجي في اي مشروع؟ قلنا بنروح على النص من هان بنلاقيه ايش هو كونسترينت، صح ولا لا؟ اللاي اوت، صح ولا لا؟ هاي اللي فوق، اللي اول ما تفتح المشروع ايش اللي اوت اللي هو بيشغله بيجيبه عندك، ايش نوعه؟ اللي اوت الكونسترينت، حكينا اكثر من مره هذا الكلام. طيب، الان الكونسترينت هذا بيجبرك انه، او بيجبرك انك انت تعمل تربيط للعناصر كلها على الايش، على الاكتيفيتي. تمام، يعني هذا مثلا العنصر لازم تربطه، يعني تيجي من هان، تيجي هنا على وين، على الديزاين، وتيجي هنا ايش تعمل حتى ما يتحركش من مكانه. تيجي من هنا بتعمل زيك، تضغط عليه وبتيجي بتقول له اربطه من هان بكذا، واربطه من هان بكذا. ايش هاي الوقت؟ هاي هو مربط وموجود عندنا. لكن لو انا بدي اجيب عنصر ثاني مثلا البتون واحطه هنا، لازم هذا ايش اربطه، صح ولا لا؟ قلنا زائد من هان، انت حسب موقعه، زائد من هان وزائد من هان وزائد من هان. ايش انت هنا عملت؟ كونسترينت او تربيط حتى هذا الزر ايش ما يتحركش من مكانه. وقلنا النوع الثاني من انواع اللي اوت اللي هو اللينير، صح ولا لا؟ وليش استخدمنا اللينير؟ لانه اللينير اذا كان اللي اوت او المنظر تبع الشاشه هو مثلا لينير، يعني جاي العناصر تحت بعضها زي اللوجن. تمام، ايش اللوجن؟ بنلاقي احنا صوره فوق، صح ولا لا؟ بعدين اسم المستخدم، بعدين الباسورد، بعدين الازرار اللي انت بتقول يا موافق يا خروج، صح ولا لا؟ ايش بتلاحظ؟ كل العناصر جايين على خط واحد لينير، صح ولا لا؟ وتحت بعض. طب ما دام انا في عندي لي اوت اسمه لينير، ليش اروح استخدم اللي هو الكونسترينت؟ صح، بستخدم هداك وريح حالي من موضوع التربيط. تمام، طيب كيف بدنا نحول هذا اللي هو، نحذف هذولا، كيف بدنا نحول هذولا ولا خليهم، كيف بدنا نحول هذا اللي هو اللي اوت الموجود عندنا من كونسترين للينير؟ قلنا بنروح على تكست، وفوق هان في النص هايو اكس ام ال لاينز، هذه بنسيبها وبنيجي لكل هذول هيك هيك، بنعلمهم مره واحده وبنحط شيفت مع ال كابيتال، بيجينا كلمة ايش؟ هيا لينير لي اوت، صح ولا لا؟ طيب، اللينير هذا اما بيكون فيرتيكال او بيكون ايش؟ هوريزونتال، صح ولا لا؟ طيب، القيمة الافتراضية لهذا اللينير هو ايش؟ لاحظوا ايش هو عمل فيهم هنا؟ ايش القيمة الافتراضية؟ حطهم جنب بعض اللي هم ايش؟ هوريزونتال. طب انا لما بدي اخليهم فيرتيكال يعني تحت بعض، باجي هنا تحت مثلا هذول قبل ما تسكر هذه، باجي هنا بعمل سطر جديد وبقول الخاصيه الاسم هايش اندرويد اورينتيشن، يعني الاتجاه ايش بدي اياها فيرتيكال. ايش بلاحظ هنا؟ ايش صار فيهم؟ صاروا تحت ايش بعض، هايو شايفين هذا في الاول وهذا في الثاني. تمام، طيب بدي اقيمهم عشان بدي اصمم الديزاين اللي بدي اياه.
بدي اصمم لاي اوت لايش يا جماعه؟ واضح الخطوه اللي عملناها دي مية، هاي ثالث مره صرنا عايدينها. طيب بدي اجي اعمل لوجن الان، لوجن مره اخرى، بدي اخذ هنا ايمج فيو واعمل دراج ودروب يعني سحب وافلات هان، واقول بروجكت واخذ اي صوره من عندي من هنا. لقيت الصوره شايف ايش؟ حطان بكبرها ندفع هيك. طيب وبدي اجي اخذ نص، هاي نص من هان اللي هو ايش قلنا نوعه؟ بلين تكست، باخده من هان وبسحب وين؟ على الشاشه، وباخذ كمان واحد الباسورد وبحطه على الشاشه، وباخذ بلاش انا ناخذ النص الثاني مش مشكله اي واحد، بس انا بدي اصل لفكره، بدي اخذ هذا تمام اللي هو ايش؟ البلان تكست نفسه، بديش اخذ باسورد تمام، بدي اخذ البلان تكست وبدي اخذ من الكومون الباتون. ايش لاحظنا هنا؟ هاي لحاله لا رحنا ربطنا ولا رحنا ايش نرتبهم، وريح راسنا من هالموضوع تمام. طيب الان يا استاذ في عندي، انت قلت لنا المره الماضيه انه ممكن اجي هنا والنص هذا امحاه لانه بديش مثلا يكون نيم، وبدي احط في الهند ايش؟ ايش قلنا؟ قلنا اللي هو اليوزر نيم، صح ولا لا؟ وهي انتر في الهند. وين الهند؟ ليش الهند ما جاش؟ بحث هند، هاي الهند، وبدي اقول ايش؟ يوزر ايش؟ نيم، وهي انتر. ايش لاحظنا؟ حط في الهند ايش؟ اليوزر نيم تمام، وبدي اجي لهذا ايش اقول له؟ في الهند باسورد وورد تمام. ايش بلاحظ؟ اذا ما قمتش النص التكست الهند ملهاش قيمة، لاحظوا هنا ما تغيرتش لانه انا ما قمتش، يعني في اشي اقوى من اشي، صح ولا لا؟ انت حاطط التكست لكن الهند اضعف من مين؟ من التكست، فلازم تفضي اول التكست من هنا، تروح على الخصائص وتفضي التكست عشان ايش؟ هاي التكست عشان يبين مين؟ الهند. بين الهند ولا بين ايش؟ بين. طيب تمام، الان احد يعني بعض التصاميم بتكون انه انت ما بدكش تحط هند، هو المصمم مجبرك تحط كيف مثلا اسم المستخدم جنب اللي هو الايديت تكست، زي مثلا صفحه الجامعه بنحط بنلاحظ انه اسم المستخدم جنب هنا النص، صح ولا لا؟ عمركم لاحظتوا هذا الكلام ولا لا؟ كيف يعني؟ يعني زي هيك الشاشة عندي هان، هي شاشة هيك، وعندي اسم المستخدم، وهذا المكان اللي بدخل فيه البيانات أو بدخل فيه البيانات، صح ولا لا؟ شفتوا هذا الكلام صح ولا لا؟ هذا جنب هذا صح ولا لا؟ لو جينا حطينا احنا تكست فيو في حالة الفيرتيكال وين حينضاف؟ وين حينضاف فكركم؟ مش تحت بعض، انا قاعد بصفط تحت بعض. لو جبت هنا واحد من التكست وضفته فوق هذا وين حيضيفه؟ فوقه، صح ولا لا؟ لانه احنا قاعدين بنقول اللي بيجي يقف على الطابور، صح ولا لا؟ مش فيرتيكالته كلهم تحت بعض. طيب كيف انا بدي اعمل الشكل هذا؟ انه انا اذا اجاني التصميم واجبرني، ها بكره هيك زي الامتحان، انه بكون التصميم بده يكون جنبه مش فوقه. ايش هو السؤال؟ بيمنعك انت هيك شايفه اللي بيجي فوق. احنا مش اخذناه وقلنا له انت يا جماعه امشوا لينير، اللي بيجي كله على الصف. طيب كيف بدنا نعمل الكلام هذا؟ ايوه بدنا نستخدم لاي اوت. هاي يوهان بنستخدم ايش يا جماعه؟ اللاي اوت. اذا انا بدي اروح اجيب لي اوت، وينه اللي اوت هذا؟ هاي طلعوا عندي في الادوات، في عندي ايش اسمه ايش؟ هايو لي اوت، بضغط عليه. ايش اللي اوت اللي بدنا اياه؟
ايوه لينير هوريزونتال جنب بعض، لينير هوريزونتال باخده هاي وين هان، وينه هاي هان بمسكه وبسحبه، وين بحطه هان فوق هايو جاب لنا اياه، بس مللنا الشاشه. ليش ملل الشاشه؟ لانه بيعتبره هو وبصغره هيك، هاي لحد تقريبا هان هيك، وباجي بمسك هذا اللي تو كنا حاطينه وبرميه فوق في قلب اللينير لي اوت، وبمسك الثاني هذا اليوزر نيم وفي قلبه. ايش لاحظته صار؟ طبعا ليش هنا بكبره من هان؟ ها بكبر، بمسك هذا بس، طيب بكبر هذا بصغر هذا. لما في اثنين في الهوريزونتال، واحد زي تقول هيك الدافش الثاني، بشوف لك مين اللي انا بقدر اسحبه. هاي انتوا زي ما انتوا شايفين مش قادر اسحب التكست، فمين اسحب؟ الثاني. ليش طيب هذا الكلام؟ لانه حكينا في شغله اسمها الويت، فانا بدي اكتب ايش؟ اليوزر نيم، يوزر نيم. اذا انا في الحاله هذه بقدر احط لاي اوت داخل لاي اوت، تمام؟ واضح؟ يعني انا تو كان في عندي لي اللي فوق ايش اسمه؟ هيو لاي اوت لينير لاي اوت، ايش نوعه؟ هيو الاورينتيشن فيرتيكال تحت بعض، لكن انا اجاني قال لي لا بدي الاسم وهذا جنب بعض، طب وايش بدي اعمل؟ بدي احط لاي اوت داخل لاي اوت، فسحبت هيو طلعي هي في عندي لاي اوت في داخل لاي اوت، هذا وين داخل مين؟ داخل الكبير هيو. اذا اللاي اوت بتتعاملي معاه كانه عنصر من عناصر اللي بنضافه على الشاشه، زي ما حطينا زر بقدر احط ايش؟ لاي اوت، هي قدامكم سحبتوه شفتوه صح ولا لا؟ طيب ايش عملنا في اللاي اوت هذا؟ حطينا في داخله نص وحطينا في داخله ايش؟ ايديت تكست. في حدا مش فاهم ايش اللي عملناه؟ في حدا عنده سؤال؟ لاحظوا كمان ترتيب العناصر في المنطقة هذه الكومبوننت تري، لاحظوا كيف ترتيبها، مين اللي في قلب مين؟ هاي هذه اللينير الابو فوق وفي قلبه مين؟ الاولاد، وهذا اللينير لي اوت هوريزونتال في داخل اللينير الفيرتيكال، وفي داخله عنصرين، فلازم الترتيب هذا تنتبهوا له. طيب لو اجينا هنا كمان وبدنا نحط الازرار، يعني مثلا زرين جنب بعض، تمام؟ ويكونوا الزرين هذول اللي هو مثلا الموافق او ايش الغاء الامر. هنا مثلا خلينا نقول هنا اوكي، مثلا الايش التكست اللي فيها، وهان اوكي لهان، وهنا ايش بدنا نحط كمان زر جنبه. لو رحنا سحبنا الزر هنا وحطينا، وين حيجي هالوقت؟ يلا واحد يقول لي هذا الزر، بدنا نحط كمان زر، لو سحبناه وحطينا وين حيجي الزر؟ وين حيجي؟ لا انت بتسحبه وين بدك بترميه، لكن وين ترتيبه حيجي ايش؟ يعني انت هالوقت هان الترتيب ممكن ترميه هان، ممكن ترميه هان، ممكن ترميه هان، ممكن، لكن ترتيبه حيجي فيرتيكال هيك حيجي صح ولا لا؟ هيك حيجي صح ولا لا؟ طيب لو انا بدي اخليهم التنين جنب بعض ايش بدي اعمل؟ هذا كانسل مثلا، نقول كانسل. تمام؟ كانسل.
طيب كيف بدي احطهم الاثنين جنب بعض؟ ايوه زي ما تو عملنا. ايش بدي اخد؟ بدي اخد لاي اوت من هنا، وش اسمه؟ هوريزونتال، بدي اسحبه وبدي احطه قبل اليمين الزر الاول عشان احط الزرين في قلبه. تمام؟ وهي حطيناه وباجي من هان بديش اسحب زي توي. طلعوا كيف بتعمل؟ من التري بدي اشتغل، بمسك البوتن الاول وبسحبه وين؟ طلع كيف بدي اسحبه؟ بسحبه على هذا، هاي صار الزر الاول في داخله، وبمسك الثاني وبسحبه عليه. ايش لاحظنا؟ ايش صار؟ ليش جنب بعض ما ياخذهمش تحت بعض؟ طيب ليش قلنا؟ لانه هم الاثنين بيعتبر واحد انه المسافه كلها له، فانت بدك تصغر واحد عشان ايش؟ فباجي بصغر هذا، هاي بدي اصغر هذا عشان يظهر مين؟ الثاني. تمام؟ فهي صغرته هيك وطلعوا الاثنين جنب بعض. واضح كيف؟ اذا التعامل مع اللي اوت هي واضح قدامك. ممكن اتعامل مع لي اوت لينير فيرتيكال، بعدين احط في داخله لي اوت ايش؟ بعدين احط ايش؟ لينير لي اوت. واضح؟ ايش بتقولي؟ ايش اعيد؟ الان عندك في لي اوت، قلنا الشكل الخارجي ايش معنى لي اوت؟ ترتيب العناصر على الاكتيفيتي. تمام؟ الان ترتيب العناصر على الاكتيفيتي اسمه لي اوت. تمام؟ الان اللي اوت هذه العناصر ترتيبها على الشاشه له اكثر من ايش؟ من شكل. الشكل الافتراضي اللي بيجي مع ما تفتح المشروع قلنا الكونسترينت، ايش اسمه؟ اللي هو التقييد العناصر بالتربيط اللي شفناه اول المحاضره. طيب لو كان انا اللي اوت الموجود عندي او الشكل اللي عندي بشكل زي شاشه اللوجن، كل العناصر تحت بعض، تمام؟ فانا ليش استخدم الكونسترينت؟ بستخدم اللينير، صح ولا لا؟ وشفنا كيف نغير. الان اللينير نفسه في نوعين منه، في عندنا الهوريزونتال وايش؟ والفيرتيكال. الهوريزونتال اللي جنب بعض والفيرتيكال اللي تحت بعض. الان نفس اللي اوت اللي سواء كان هوريزونتال ولا فيرتيكال بقدر احط في داخله لي اوت ثاني. ليش؟ انا مثلا الازرار الزرين هذول اللي جنب بعض هذول شكلهم ايش؟ جنب بعض، صح ولا لا؟ لو بدي اخليهم زي ما كان ابوهم هيجوا تحت بعض، صح ولا لا؟ فلازم انا احط لي اوت لهم جنبهم جنب بعض. فايش حطيت؟ حطيت لي اوت جديد، سحبته من هنا هيهم، بضغط على لي اوت وبسحب ايش اسمه؟ لي اوت هوريزونتال مش لين وضفته هيو هان، ضفته وبعد ما ضفته سحبت الزرين ورميته في داخلهم. ايش؟ الان احنا عندنا الزرين هذول الموجودين على الشاشه، تمام؟ طيب الان يا جماعه ايش بدنا نعمل؟ الازرار هذه، الازرار هذه قولي لنا يا رواند كيف المره اللي فاتت لما نعمل على حدث من الاحداث كنا ايش نعمل؟ لما نقول للزر ايه؟ كيف بدي اعمل حدث على هذا الزر؟ يعني يصير لما نضغط عليه مثلا يعمل حدث، ايش كنا نعمل؟ طيب ماشي، احنا موضوعنا مش النص لسه، احنا بنحكي على الزر، كيف الزر بده يستجيب لنا؟ مش قلنا في عندنا هنا اون كليك، هاي في عندنا اون كليك، هاي في عندنا اون كليك خاصية ايش اسمها؟ اون كليك. مش قلنا هان في عندنا اون كليك يا جماعه؟ هاي اون كليك، وقلنا بنسمي الحدث اللي بدنا نشغل عليه، صح ولا لا؟ فهان ايش هو مثلا؟
نقول مثلا اللي هو تشيك مثلا داتا اسم اي حدث تشيك ايش بدك تسميه سميه، وقلنا بنعمل انتر هان صح ولا لا؟ ليش اجانا احمر؟ عشان احنا مش رابطينه بكود جافا. تمام، بنروح على اللي هو التكست هنا وبنلاقي الزر عندنا تحت، وين الزر هاي بحال المعلم لنا بالاحمر، وقلنا بنعلم زي هيك وبنيجي ايش هنا وبنقول هاني كرييت، بلاقي كلمه كرييت تشيك داتا بدعس عليه بيجيني الكود هان اللي في الجافا صح ولا لا؟ وبنيجي هنا وبنكتب الكود تبعنا صح ولا لا؟ تمام. طيب هذه الطريقة بسموها المختلطة بين مين ومين؟ بين الجافا والXML، بين الجافا والXML. يعني مثلا هنا خلينا نيجي نضغط هنا، ان لما نضغط على الزر نقول توست ونقول له اوكي بريس، يعني ضغطت على الاوكي. طيب هذا بالنسبه لمين؟ اذا ضغطنا على الزر الاول. طيب يا استاذ انت هنا بتروح اول بتيجي على الديزاين، هنا بتيجي على الديزاين وبتروح على الاون كليك وبتسمي الاون كليك، وبعدين بتروح على النص وبتعلم هذه، وبتروح على الناظور وبتقول كرييت. انا شايف لخمه هيك يا استاذ، في طريقه ثانيه؟ بنقول لك اه في طريقه ثانيه، طريقه ثانيه فقط بالجافا. طريقه ثانيه بايش؟ بالجافا تستخدم، ما تستخدمش انك تروح تعرف اون كليك هنا ولا تضغط. هذه الطريقه اذا ارتحت عليها امشي عليها. طيب بدي الطريقه الثانيه يا استاذ. باجي اول شيء مثلا هاي انا عملت هذا الاوكي، هاي الكود تبعه بالطريقه اللي احنا التقليديه اللي اخذناها. الطريقه الثانيه هي طريقه الليسنر. طريقه ايش؟ الليسنر. ايش طريقه الليسنر؟ اول شيء هذا البتون بدي اروح اعرف له اي دي، طبعا هو ماخذ اي دي، هيو اي دي ايش اسمه؟ بتون 3. تمام، خليه زي ما هو. تمام، خلي زي ما هو، هاي موجود. طيب ماشي يا استاذ. الان اتفقنا لما انا بدي اتعامل مع عنصر على الشاشه سواء كان تكس فيو ولا ايديت تكس ولا بلان تكس ولا الايمج ولا ما يحزنون، ايش بدي اروح اعمل في داخل الكود؟ بدي اروح اعرف متغير من نفس نوع هذا العنصر صح ولا لا؟ وين بروح؟ بروح فوق هان وبسميه هنا، بدي اسمي ايش نوعه؟ ايش اللي بدي اتعامل معه؟ بتون صح ولا لا؟ نتعامل مع البتون، هاي تي تي بتون بدي اسميه بي تي ان، بيقول لي احمر هان احمر، وباجي بقى فتحت وجهكم. ايش ليش يا استاذ احمر هان؟ لانه اللايبراري مش موجوده. ايش بعمل؟ قلنا الت مع انتر بتيجي، هاي بقول لك امبورت كلاس، يعني عشان يحطها وين؟ فوق. بقول له امبورت كلاس بجيب لي اياها، هيا جابها، هيا جابها البتون. بسكر هذا، هاي اذا عرفت متغير من نوع مين؟ بتون. ليش؟ لانه الان بدي اتعامل مع البتون، زي ما كنت لما اتعامل مع انتجر كنت اعرف متغير من نوع مين؟ انتجر، لكن هالوقت بتعامل مع متغير من نوع مين؟ زر بتون. طيب يا استاذ ماشي، ايش بدك تعمل؟ قلنا اول شيء حتى اتعامل مع هذا البتون لازم اخذ الاي دي تبعه صح ولا لا؟ كيف بدي اخذ الاي دي تبعه؟ بروح من هان بنقول البي تي ان بيساوي فايند فيو باي اي دي. قلنا الداله هذه الفايند فيو باي اي دي بتروح بتجيب لي الاي دي، بتجيب لي رقم الهويه، بتجيب لي اسمه. من وين بتجيبه؟ بتجيبه من مجلد الريسورس تحت مجلد الاي دي، هنلاقي اسمه باتون 3، هيو هتلاقي باتونات 3 و2 و5. سوري انا حتى ما خربتش حالي في بقى، بقول هو 2 ولا 3 ولا 4، بكون مسميه من الاول،
بسمي بتسميات صحيحة عشان ما تخربطش، لكن انا قاعد بشرح فبعارفه انه بتون اثري وبضغط هيك. اذا هان ايش الدالة هذه راح جابت لي؟ رجعت لي الاي دي تبعت هذا البتون. طب ليش انا بدي الاي دي؟ لانه انا في داخل الجافا بقدرش اصل مباشرة لهذا الزر، لازم امسك مين؟ الاي دي تبعه. تمام؟ طيب يا استاذ ماشي، الان كل الشغل شغلنا بالجافا. اول اشي بدي اعرف اذا انا بدي اتعامل الان مع مين؟ مع زر. اذا بحاجة لمتغير من نوع زر. وبعدين في الهانة في الاونيك كرييت اول ما تشتغل الاكتيفيتي بدي اقول له هذا المتغير خليه ياخذ قيمة مين؟ الاي دي تبعت الزر اللي بدي اتعامل معاه. طب مين اللي بده يجيب لي الاي دي؟ الفايند فيو باي مين؟ باي اي دي. من وين بده يروح يجيبها؟ من مجلد اسمه ريسورس اي دي، وهي بيجيب لي اياهم. وين موجود هذا؟ ماليش دعوه وين موجود، يعني مش مبين عندي انا على الشاشه، على هنا على التري انا مش مبين، لكن بكتبه هنا. واضح هنا يا شو اسمك؟ طيب طيب ماشي. ايش الطريقه هذه اسمها؟ اسمها طريقه الليسنر. لما انا اقول لك ليسنر ايش معناتها؟ اسمع. ايش اسمك؟ ليسنر. ليسن ايش يعني ليسن؟ ليسن تو مي يعني اسمعني، صح ولا لا؟ الليسنر هذا بحط متسنط على هذا الزر، بحط متسنط على هذا الزر. ايش وظيفتك يا متسنط؟ انك تسمع لي ايش بيصير على هذا الزر، ايش بيصير على هذا الزر. طيب كيف بدي اضيف المتسنط على هذا الزر؟ هيو بعمل هان تحت الزر هان بي تي ان دوت سيت، هيو اول واحد سيت اون كليك ليسنر، ضيف ليسنر لما يصير كليك على هذا الزر. هيو طيب اضغط هان، هيو تمام. طيب في داخل هذا الليسنر اتصنت على مين؟ بدي اعمل اوبجكت او حدث من نوع اون، بعمل او هيك، بس بعمل او ايش بيجيني؟ احداث كثيره. بضغط على الاون كليك، اول ما اضغط عليه بكتب لي كود. طلع قديش حيكتب كود؟ هاي بس اضغط عليه كتب لي كود. هاي من هان لوين لهان كتب كود. ايش كتب؟ كتب اوفر ريد اعاده ميثود اسمها ايش؟ اون كليك. فهنا في داخل الاون كليك بدي اقول له ايش يا جماعه؟ بدي اقول له توست انضغط مين؟ انضغط الكانسل، زر المين؟ الكانسل. ذس فاصله كانسل بريس، يعني انضغط الكانسل فاصلة توست دوت لونج اللي هي طول اللي هي التوست دوت شو. طيب بقول لك هالوقت هنا في احمر، ليش احمر؟ ها نحن لو لاحظنا هان تحت هيا طلع بين الفرق بين هادي وهادي، بين التوست هادي والتوست هادي في فرق؟ ايش في فرق؟ فيش فرق الا الكلام، وهذا الكلام انا بحط ان شاء الله ايش ما بدي احط بحط الرسالة. لكن ايش الموضوع؟ الكونتكس هان يختلف عن الكونتكس هان. ليش؟ الكونتكس هان مباشرة انت الكود قايله له على الاكتيفيتي، لكن هان ده حط الكونتكس في داخل ميثود في داخل ايش؟ حدث. فلازم هنا بنفعش تذكري هنا، لازم تصرحي تصريح باسم مين؟ الاكتيفيتي. فلازم نكتب هنا مين اكتيفيتي هيك دوت ايش دوت ذس عشان يفهم علينا. اذا عندك طريقتين لموضوع الكليك على الازرار، هاي عندنا الطريقتين اتعلمناهم عشان لو شفناهم نعرفهم. الطريقة الأولى اللي أخذناها هي حطيتها على الزر الأول. إيش الطريقة الأولى الستبس تاعتها والطرق؟ بروح على الأون كليك، هيو
وين الاون كليك؟ هاي اون كليك، مش ملاقينها من نبحث على اون كليك. ايش اسمها؟ تشيك داتا. هاي حدث، حطينا تشيك داتا وبعدين رحنا على هذه لان تشيك داتا ولقيناها هنا. هاي ها هيك وينها؟ على الازرار انا بدي هاي هاي تشيك داتا، وفتحنا الناظور وقلنا له كرييت، راح ضاف لمين الكرييت هايها، راح ضاف مين الكرييت هايها. واحنا عشان نفحص النتيجه حطينا توست كود، اي كود هنا بنكتب هذا التوست بس للتوضيح، تمام. طيب الطريقه الاخرى اللي انا طبقتها على الزر الثاني اللي هي طريقه الليسنر، هايو ايش طريقه الليسنر هذه؟ بتطلبش منك انك تروح تعرف في الخصائص اون كليك. هي يعني لو جيت على الاون كليك لهذا، هايو الزر الكانسل، ورحت بحثت عن اون كليك، هاي اون كليك، هل في الاون كليك انا حطيت شيء؟ ما حطيتش شيء، انا كل شغلي حيصير في الجافا، تمام. واضح الطريقه؟ طيب الطريقه هذه بتعتمد اول شيء، ما دام بدي اتعامل على عنصر على الشاشه قلت لازم اعرف له اي دي ويكون اي دي عندي. ثاني شيء بدي اروح اعرف متغير من نوع العنصر اللي بدي اتعامل معاه، اذا اتعامل مع زر بدي اعرف عنصر من نوع زر، بدي اتعامل مع نص بدي اتعامل تكس فيو بعرف تكس فيو، بعرف مثلا اد بلين تكست بدي اعرف من نوع ايش. هاي تاني محاضره نشرحها كيف التعامل مع الادوات على الاكتيفيتي، ومهم جدا لانه اذا انت طيب ونيجي هان في الجافا، هاي عرفنا متغير ايش اسمه؟ بي تي ان من نوع مين؟ باتون. وجينا هنا في الاون كرييت هايو ايش عملنا؟ استخدمنا الداله اللي اسمها فايند فيو باي اي دي عشان تجيب لنا ايش؟ طبعا في النسخه الجديده هذه يا جماعه ريحونا من موضوع الكاستنج، ريحونا من موضوع الكاستنج. ايش موضوع الكاستنج؟ حتشوفه في النسخ الاقدم من هيك، لازم تكون تيجي في كل واحد قبل الفايند فيو باي اي دي تحط القوسين هذولا زي هيك، وتحط باتون مثلا، تيجي مثلا تشتغل باتون لازم تعمل زي هيك. ليش تعمل زي هيك في النسخ القديمه؟ النسخ يعني اللي تشوفوها، لانه الفايند فيو، ها برجع لكلام اللي انا حكيته اول الفصل، انه كل عنصر على الشاشه اسمه فيو، صح ولا لا؟ طيب هذا انت يا استاذ بتقول لي فايند فيو، ما قلتليش فايند باتون، صح ولا لا؟ لان الداله هذه بتجيب جميع انواع الفيو، وبعد ما تجيب بدك تعمل كاستنج. ايش عملت كاستنج بالجافا؟ خدتوها بالجافا كاستنج ولا لا؟ مر يمكن عليكم التحويل، لما اخذنا البولمرفيزم، فهذه الميثود بتحول، لكن احنا هنقول قالوا احنا خلص النية المعروف انه هذه بتحول للنوع، فاحنا مش لازمين نحط هذا البين قوسين. لكن لو شفتوهم في اكواد في يوتيوب في كذا موجوده، اعرف هذا عمليه كاستنج. عمليه كاستنج ايش كاستنج؟ الفايند فيو بتروح بتجيب الاي دي، طب بترجع قيمه من نوع فيو. الفيو هذا يا جماعه ايش نوعه؟ احنا نوعه شو هنا؟ باتون، فلازم يتحول لمين؟ لباتون. لكن هالوقت بيجي بتطلع فوق لقى البي تي ان نوعه باتون، اذا هذا بده يتحول لمين؟ لباتون. اذا انا مش بحاجه للكاستنج في النسخه الجديده، تمام. فسواء حطينا الكاستنج او ما حطيناهوش في النسخه الجديده ما فيش ايش الكاستنج. ايش كمان مره انا بقول لواحد روح جيب لي طالب، جيب لي طالب، هاي الفاند فيو ده تجيب لي طالب فيو. الفيو قلنا الزر بنقول عنه فيو، الصوره بنقول عنها فيو،
كل شيء على الشاشه بنقول عنه ايش؟ ريفيو. هات لي طالب، راح جاب لي طالب، بقول له الان الطالب اللي جاي لازم نحاول يكون نوعه اي تي. نوعه ايش يكون؟ اي تي، مش اي طالب، مش تجاره ولا صناعه ولا غيره. فلازم نعمل له تحويل. اذا انت ما كنتش اي تي بدنا نحولك لايش؟ لكن الان تحول، ايش صار؟ واضح ايش معناته الكاستنج هذا؟ طيب. طيب بعد يا استاذ ما عملنا هذا الفايند فيو، باجي بقول له للبتون هذا بدي نحط لك لسنر يسمع عليك، يسمع على الاحداث، لسنر. طيب اللسنر هذا كيف بنكتب؟ زي ما فرجيتك توي او فرجيتك، بنحط سيت اون كليك لسنر، تمام. وهو هاي بدي ارجع كمان مره عشان تشوف، هاي بدي اقيمه كله هذا الشغل اللي تو اشتغلته. ركز ايش بروح اعمل؟ هاي بجيبها بقول له دوت سيت، هاي سيت اون كليك لسنر. الاندرويد ستوديو بيساعدك كثير في عمليه الاكواد. طيب الان في قلب السيت اون كليك لسنر هذا في ايش بدك تعمل؟ بدك تصمت على الكليك، بقول له نيو، كل نيو كل شيء ضغطه اتصنط ايش بيصير؟ بحط حرف الاو كابيتال، تمام. بيجيني اول واحد اون كليك، بدعس عليه، بكتب لي كود. هاي كود، وين الكود بدي اكتبه؟ هان في الاون كليك، تمام. طيب ايش بدي اكتب؟ بدي احط توست، التوست اللي تو حطيناه، هاي توست. بديش احط توست، خليها الوقت، بدي اياها الوقت لشغله ثانيه، تمام. الحصل شفتوا كيف نعمل الليسنر؟ صح ولا لا؟ الان ايش بدي اعمل؟ بدي اروح افحص في داخل اليوزر نيم والباسورد اذا كانت المحاضره الماضيه ايش عملنا؟ توست تطلع، صح ولا لا؟ بس التوست في الغالب بتروح شويه وبتيجي على السريع. بدي انا احط هنا نص تحت احمر يظهر لي انه نقول له لا، الباسورد اللي عندك ايش؟ خطا، الباسورد اللي عندك خطا. طيب ايش بدنا نعمل هنا؟ واضح ايش بدي اعمل الان؟ انت المحاضره الماضيه لما كنا ندعس زر هان، كنا لما يكون خطا كنا نقول ايش نعمل؟ نطلع توست. ايش؟ ما عملنا اف والس المحاضره الماضيه، بس هذه المره بديش استخدم التوست، بدي اصل لفكره ثانيه. اصير انا احط قيم على الست، مش انا هالوقت هانا بدي احط قيم الان في المتغيرات كودينج، تمام. كيف بدي اعمل؟ اول شيء بدي اروح انا على النص، اخذ تكس فيو، تمام، وبدي احطه وين؟ تحت هان. طبعا قبل ما تحت بدي اصغر اللي اوت هذا لانه ماخذ كل الدنيا، بدي اصغره لهان هيك، لانه ايش هنا؟ انت الان اللي اوت هو بيعتبر حاله انه انا الزعيم، فبفرد حاله، فاذا خليتيه مفروض بضله هان، فانت صغريه حسب ايش؟ فانا بدي اجي اخذ التكس فيو واحطه وين؟ هاي تحت هان. هاي حطينا تكس فيو، تمام؟ وبدي اكبره شويه هيك، وبدي ايش هان؟ نقول له هانا تكس فيو بدي احط، تكس ايش؟ فيو، وبدي اقيم الكلام اللي في داخله. هاي بس قبل ما اقيمه بدي اكبر الخط تبعه عشان ادي لما يطلع للرساله تكون الرساله ايش؟ واضحه. فبدي اجي هنا وين السايز؟ تكست سايز، هاي تكست سايز، هاي تكست سايز، بدي اخليها انا مثلا 30 وانتر، هاي كبر مثلا. وبدي اقول له التكست كلر عندي بدي احطه لنا كلر احمر مثلا او اللي بدي اياه، ممكن اختار من هنا الوان اللي بدكم اياه. اوكي، وبدي اجي للنص هنا لانه هو ملوش قيمه الان، تكس فيو ضله. طيب ايش الاي دي اسمه؟ هيو تكس فيو 3، لكن انا زي ما اقول لك الاي دي لازم تسميهم اسماء تكون ما تخربط كاش. وهنا بدي اقيم هنا التكس اللي في التكس هنا
بدي اقيمه. طب ممتاز يا استاذ، ايش بدك تعمل هالوقت انت؟ بدي اجي لما نضغط على الزر. طبعا الكنسل هذا هالوقت هو اللي بيتعامل قاعدين معاه، يعني عكس انعكاس. بلاش هات نشوف، انا بلاش واحد يحضر الفيديو. لما نضغط على الكنسل بده يتحقق من الشرط، مش بده يطلع. يعني مش معنى الكنسل انه غلط، لا، بس احنا بنفحص قاعدين. تمام، لما نضغط على هذا بلاش نسميه كنسل، هات نسميه تشيك. بلاش واحد يروح يحضر الفيديو ويقول شو اللي هذا اللي بيعملوه، تشيك بدي اسميه. تمام، طيب اسم، ما اسم ملوش قيمة، ملوش يعني معنى. طيب بدي اجي وين هالوقت؟ هذا ايش اسمه؟ تكس. هيو ده اسميه يو ان تي اكس تي، نيم تي اكس تي، نيم تي اكس تي. ممتاز، خلينا على قدر واحد مكفي. نفحص على واحد ولا تفحصوا الاثنين؟ تفحصوا الاثنين؟ تفحصوا واحد ولا اثنين؟ طيب نفحص الاثنين، وهاي بس تي اكس تي. اذا الان الاي دي عرفناهم. طيب كيف في داخل الجافا بدنا نصلهم؟ بدي اروح يلا على هنا على الجافا، فوق بدي اعرف متغيرين من نوع مين؟ edit text. مش موجود، هيو لحاله بقول لك حط alt. هاي alt مع مين؟ مع enter. alt مع enter عشان يجيب ليش. وبدي اقول txt1 فاصلة txt2، وهاي سكرنا. اذا نتعامل مع مين؟ ليش عرفنا هذول المتغيرات؟ عشان ناخذ الاي دي تاعتهم ونتعامل معاهم من الجافا. اذا وضحت هيك كيف نشتغل؟ طيب ومين كمان يا استاذ؟ وبدي اتعامل مع هذا التكست فيو. اذا بحاجه لمتغير من نوع مين؟ تكست فيو، صح ولا لا؟ فهي بدي اعمل هنا تكست فيو تكست، هنا فيو تكست فيو. ليش مش جاي؟ مش موجودة. بعمل الت مع انتر بيجي. ايش بدي اسميه هذا؟ تي اكس تي في 1، وهي سيمي كولون. ممتاز جدا يا استاذ. اذا بدي اتعامل مع الاثنين واتعامل مع الثالث. الاثنين اللي فوق بدي اخذ منهم القيم، واذا الشرط صحيح بدي اقول له صح، واذا غلط بدي اقول له خطا. طيب وين هذا الكلام؟ هان في الزر لما نضغط عليه. وين حطينا الكود احنا في الزر؟ واضح ايش عملت فوق انا هنا؟ واضح؟ طيب هنا في التي في الزر هنا باجي بقول يلا بقول له اف. قبل الاف لازم اروح اجيب الاي ديات لهم الثلاثة. الاي ديات لهم ثلاثة. اذا بقول تي اكس تي 1 هيو بيساوي find view by id r dot id dot mean. ايش سميناه اول واحد؟ هو النيم، صح؟ وبدي اجي اخذ الثاني اللي هو txt2 بيساوي find view by id ال r dot id دوت. ايش سميناه هناك؟ بس ايش؟ تي اكس تي هيو، وهي. طيب والثالث ايش سميه؟ اللي تي اكس تي فاليو هيو بيساوي فايند فيو باي اي دي لمين هنا؟ اللي هو الار دوت الاي دي. ايش اسمه هناك؟ تكست فيو. ايش سي هناك؟ تكست با. هذا الوقت انا نسيت اغير ونسيت اعرف كيف بدي اعمل، ولا اسهل منها. برجع على هان وبشوف هذا ايش الاي دي تبعه هان؟ ثلاثة. اكبر المشاكل اللي بتصير من موضوع الاي دي، بقول لك البرنامج بيطلع لحاله، فلازم يعرف انا ايش اسمه هنا؟ تي اكس اي. لكن انتم في الغالب بدك تسميه باسم عشان تعرف ايش الاي تي اكس تي ثلاثة. هيو
حطيت اثنين محل ثلاثة بصير خربطة. خلصنا. إذا هالوقت هدول الثلاثة الأربعة أو الثلاثة ليش عملناهم؟ عشان نمسك اللي على الشاشة. طيب امسكناهم يا أستاذ، إيش بدك تعمل هنا في الكليك؟ بدي أفحص إف هنا. إيش بدي أعمل؟ بدي أقول txt1 هذه دوت جيت إيش؟ التكست دوت أول إيش بدي أحولها لسترينج دوت إيكوال إيش حنحط هنا مثلا؟ علي. طيب and and يلا افتح قوس txt2 dot get string get text dot into string dot equal مثلا 1 2 3 ايش هو؟ لحظة بس شوية، ايش هو الخربطة هذه؟ الوقت هذا القوس، هذا القوس مش هان، القوس هان وفي الآخر. ايش هان؟ لا بدنا كيف مش موضوعنا، أهم ايش الشرط؟ طول بس خلص طولوا راح شوي، وشوية شوية بلاش خربطة. بلاش خربطة. هالوقت هانا هان جوا. لا واصلا مش هان المشكلة كمان. مش هان المشكلة، المشكلة انك ما كملتيش الاف. لا هذا القوس اصلا هانا هذا القوس وين نهايته؟ يا شيخ خربطونا، ما كنا حاملين صح كنترول واي. كنترول واي كانسل. اند and ايش هنا txt2 dot get string get text get string dot equals ايش هن حيساوي 132. وهنا بدنا نيجي نفتح قوس للاف ليش ايش المشكله؟ بس لحظة لحظة شوية، هاي هذه هذا القوس مش هان مكانه. تمام خلص. طيب ماشي جل من لا يسهو سبحانه وتعالى. طيب الآن هان اف وهاي الاف. تمام الآن إذا كانت تحقق الشرط هذا بدنا نروح نقول له التي اكس تي، بدناش نستخدم زي المحاضرة الماضية لأن نتعامل مع الأدوات. قاعد إحنا بنقول جيت، هالوقت نحط ست للأدوات. فهنا التي اكس تي واحد دوت ست، ست تكست، هاي ست تكست. إيش بدك تحط يا أستاذ هنا؟ بنقول له ويلكم كم مستر علي إلس طبعا القوسين هنا مش لازمين لكن بنخليهم يعني القوسين كيف هذا مش لازمنا لأنه سطر واحد للإف صح ولا لا فبنحط إلس بنقول له إيش هو هذا في ايش نسمي هنا try again تمام وضحت ايش عملنا الان طيب مين معاه هنا الجهاز عندي انا ملكد هنا بنجيب من مين عنده جهاز من نطبق عليه ونشوف موبايل معمول عندك مطور عامله مطور ولا عام جي جهازك معاك هات جهازك بدنا نجرب
في حدا مش عارف لحتى اليوم كيف إعدادة المطور على الجهاز يعمله؟ نزلنا فيديو يا جماعة على الجروب، وين انتو؟ معانا على الجروب ولا وين انتو؟ نطبق هان الان لما نعمل رن ايش بصير يا جماعة؟ بصير عملية انستول لهذا البرنامج على الموبايل، ماشي؟ ايش معنى انستول؟ يعني الاي بي كي بتحمل على الموبايل. طبعا امتداد التطبيقات احنا بنعرف برامج الويندوز اكس اي، الاندرويد اي بي كي، تمام؟ طيب